هذه الأبيات كتبتها لنا الشاعرة الجزائرية حسناء الصحراء إهداء إلى الشعب الفلسطيني مناسبة اقتحام المستوطنون يوميا إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، وقالت: هذه هدية للأستاذ عماد زيد يلقيها لكم. أكتب وأنادي وأقول: لقد اقتحموا مصر الرسول، لقد اقتحموا مصر الرسول يا مدينة الأحزان، إن عدم فيك السلام أين أنتم يا أمة الإسلام؟ ستندمون يوم لا ينفع الندم. الأقصى يقتحم، هل أنتم نيام؟ نور الأقصى أصبح في ظلام. يا ودود يا ودود، أنقذ الأقصى وباب العمود. يا واحد يا قهار، أنقذ الأقصى من الدمار. يا مغيث يا مغيث، الأقصى يستغيث. الأقصى محراب ونور، مدينة مر بها الرسول. الأقصى أصبح بين أيديكم، الأقصى أصبح يدمر، الأقصى أصبح خراب من الإهانة والعذاب، عذاب وحريق. لم نجد لك يا أقصى طريق، لم نجد لك يا أقصى طريق. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا عرب؟ الكل هرب، يا للعجب. لا للتطبيع، الأقصى بين أيديكم يضيع، ونحن نأكل ونضحك ونائمون. مآذن الأقصى تبكي، مآذن الأقصى تبكي، والأولاد تصرخ وتجري. يا أقصى فداك والخزي لمن باعك واشتراك. الأقصى يهان أيها العرب، الأقصى يهان. أنقذوه قبل فوات الأوان، ستحاسبون أمام الله عن مصر الرسول. تحياتي لكم، معكم الإعلامي عماد زيد. أرجو من الجميع أن يضع اللايك واشترك في القناة ليصلكم منا كل جديد. تحياتي لكم، إلى اللقاء.